إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إن شئت سهلا وبعد، فإن الموضوع الذي نتداوله في هذه الجلسات هو موضوع حيوي وموضوع يومي وموضوع يحيا به الإنسان المؤمن ويطيع الله تعالى به. فقد ذكرت لكم أن من المفاهيم التي جاء بها الإسلام والتي رسخها الإسلام مفهوم العورة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة معا. هذا المفهوم نابع من التصور العام للإسلام في قضية الجنس وفي قضية الإغراء وما يمكن أن يؤدي إلى الفساد في هذا الجانب، في جانب اللقاء الجنسي. ولذلك جعل الإسلام كل ما يثير الطرف الآخر عورة، ومنع الشرع من النظر إلى ما اعتبره عورة، أي ما يسمى عورة يحرم النظر إليه ويحرم التحديق فيه. وأنتم سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الناظر والمنظور، الناظر لعورة غيره، ومن عرض عورته للغير لتنظر. فهو قد يكون الناظر ناظرا فقط ولكنه مستتر أو جسمه غير منكشف، فهو حينئذ يناله لعنة واحدة هي لعنة النظر. وقد يكون هذا الشخص إنسانا عرض عورته للنظر، كشف عورته وأباحها للناس، فحينئذ يكون هو أيضا مستوجبا للعنة بسبب كشفه للعورة. وقد يكون هذا الشخص كاشفا للعورة، أي معرضا لعورته وناظرا لعورة غيره، فيكون له سببان لهذه اللعنة، واللعنة هي الطرد من رحمة الله. ولا يقال في شيء إنه يستوجب اللعنة أو إنه مقترن باللعنة إلا إذا كان فعلا من أفعال الكبائر. لذلك حينما يسأل العلماء عن الكبائر ما هي، يقولون إن من علامات الكبائر، هل نعرف الذنب هل هو كبيرة أم صغيرة، فمن علاماته الظاهرة أن يرد بشأنه اللعن، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. اللعن شيء كبير، عقوبة كبيرة جدا، ولذلك لا يقال اللعن إلا في أفعال كبيرة، إلا في ذنوب إزاء ذنوب كبيرة. فكل ذنب ورد بشأنه اللعن فهو الكبيرة، لا يسمى صغيرة من الصغائر. الصغائر أو الذنوب الصغائر أو اللمم هي ذنوب صغيرة، ولكن الذنوب التي يرد بشأنها اللعن هي كبائر، ومن الكبائر أكبر الكبائر، وهي السبع الموبقات التي عرفناها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ففي الذنوب أيضا تراتبية، كبائر وصغائر، والكبائر فيها أكبر الكبائر. والإنسان على كل حال حينما يقدم على فعل ما يعرف مقدار السوء في ذلك الفعل ومقدار الخلل والمخالفة للشريعة في ذلك الفعل، هذا هذا هذا, هذا الذي نعيه. لكن نحن الآن نعرف أن قاعدة شرعية عامة معروفة، وهي أن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن هذا الفعل يستوجب اللعن، أو أن النظر إلى العورة يستوجب اللعنة، فلا شك أن العورة تكون محددة، أي إذا نهينا عن رؤية العورة ولم تبين لنا العورة فكأن هذا الأمر فيه إهدار للألفاظ، إهدار للأمر، الأمر يهدر. إذا نهينا عن النظر إلى الرؤية ولم يرد في الشرع ما يبين العورة فكأننا لم نتلقى بهذا الأمر أي توجيه، بهذا الشأن أي توجيه. لذلك جاءت النصوص الكثيرة وجاءت البيانات لتبين ما هي العورة مما ليس عورة، حتى لا يترك هذا الأمر إلى
كلام عموم الناس، لأن عموم الناس إذا شاءوا أن يتعروا سموا كل شيء مباحا، وإذا كانوا على نحو آخر ربما يشددون على أنفسهم. فلذلك جاءت الشريعة كما قلت ببيان المقاييس، مقاييس العورة ومقاديرها. فقلت إن العورة عورتان، عورة للنظر وعورة في الصلاة. هذه العورة بالنسبة للرجل عموما تبتدئ من سنوات تميز العورة، بينت أنه في حدود 13 تقريبا أو أقل من ذلك قليلا يكون الرجل قد تميز بالعورة. في بالنسبة للبنت فيما بين السن 6 تقريبا إلى 8 تكون قد اكتسبت عورة، بمعنى صارت لها عورة. فيما بين ذلك في 3 إلى 4 تكون لها عورة، أي لا تكون لها عورة بالنسبة للنظر ولكن تكون لها عورة بالنسبة لللمس. فلا يجوز للشخص أن يلمس عورة بنت من 3 إلى 4 على أساس أنها مثلا تغسل، أو أن أباها يدخلها معه إلى الحمام فيمر يده على مثلا جسدها أو على عورتها، لا يجوز. وإن كان من حيث النظر أي من 3 إلى 4 لا يسمى جسدها ذلك عورة. خذوا التحديدات، التحديدات تلغي عن الكلام العام الذي يقوله بعض الناس ويقول ما يشاء كما يشاء، فهذه تحديدات شرعية. بالنسبة لعورة الرجل من الركبة إلى السرة، هذه هي العورة عموما. السرة بالذات ليست من العورة، أي ما تحت السرة، السرة بذاتها إذا رؤيت من الرجل ليست عورة، ولكن ابتداء من السرة إلى الركبة تبتدئ العورة. لا يجوز للرجل أن يبيح هذه العورة من الركبة إلى السرة للغير، لا بالنسبة للنظر ولا بالنسبة لللمس، أي من الركبة إلى 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 السرة هذه عورة عامة، لا يجوز للإنسان أن يكشفها ولا يجوز للإنسان أن يسمح للآخر لا بالنظر ولا بلمسها. ولذلك نرى أن ما يفعله الكثير من الناس، مثلا بعض المرات أناس متدينون جهال، لكنهم جهال تدين بلا فقه، يدخلون الحمامات ويتكشفون في ذلك على أساس أن الاغتسال هو مبيح لكشف العورة. أبدا، الاغتسال ليس مبيحا لكشف العورة. وهنا إذا كان الإنسان لا يمكنه أن يغتسل إلا إذا كشف عورته فيجب أن يكون في حمام انفرادي. أما إذا دخل بتبان، بل ما تلبس تبان سليب مثلا أو شيء من هذا القبيل، ويدخل على أساس أنه رجل، هذا رجل وأنا رجل والآخر، هذا كلام الفارغين والجاهلين. أنت رجل والآخر رجل والآخر رجل، ومع ذلك يجب عليك ستر العورة، هذا مش منطق. إيش كل غير رجال؟ ثم إذا أراد بعض الرجال أن يخرجوا من الحمام أو أن يتوضأوا أو أن يغتسلوا، يغتسلون وهم عراة، فيرتكبون المعصية في الطاعة، أي هو يغتسل اغتسالا ربما من جنابة ولكنه يتعرى تعريا كليا ويرى، فيعرض نفسه لغضب الله على أساس أنه يريد أن يؤدي طاعة وهي الاغتسال من الجنابة أو الاغتسال عموما على كل حال الجمعة. فلذلك التحفظ في هذا الأمر واجب. ومنذ كانت الحمامات بالنسبة للمسلمين كان الناس يأخذون معهم ألبسة تستغرق من الركبة إلى السرة، يدخلون ويتحفظون. وكانت الحمامات في أوقات معينة مصممة برؤية شرعية، كانت الحمامات في غالبها لا يتوفر فيها الضوء الكثير، مش بحال الحمامات الآن فيها المصابيح، كان الضوء يكون دائما خافتا، والضوء غالبا يكون في وسط الحمام، يأتي من الأعلى، تفتح فتحة من الأعلى في 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 الحمام، بمعنى أن ذلك الضوء يسلط أساسا خصوصا في النهار، بالنسبة للذين يسلط الضوء على وسط الحمام. في الجنبات تكون الجنبات تقريبا معتمة مظلمة، فلذلك إذا ذهب الناس هنا أو هناك تقريبا بعض الناس لا يرى بعضهم بعضا. وفي بعض الحمامات
كان هنالك مكان للذين يستحمون أو يتوضؤون ويغتسلون، يكون تقريبا شبه مظلم تماما، جهة معينة يجأ إليها الناس إذا أرادوا أن يغتسلوا نهائيا، ولا تقريبا لا ترى شخوصهم، لا يرى وجههم، ويكونون في مكان مستتر لأنهم يطيعون الله فلا يعصونه بالتعري والانكشاف. لكن الذين جاءونا بعد ذلك بثقافة أخرى أضاعوا هذه الأشياء، أصبحت الحمامات مضاءة بضوء كبير، وأصبح فيها العدد كبير من المصابيح والزليج، بحيث أصبحت كل شيء فيها منكشفا، لأن لم تعد تبالي بقضية العورة ولا تهتم بهذا. فمن هنا كانت الهندسة تساير الشريعة، الموقف الشرعي كان تسايره الهندسة، ولذلك الحمامات التي كان يدخلها بعض مرات دخلها بعض الأوروبيين فكانوا يعجبون من هذه الملاحظ وهذه المسائل التي كان المسلمون يطبقونها حينما يدخلون الحمامات. وطبعا جاءنا أناس آخرون من بعد وأفهمون أن الإنسان لا يمكن أن يؤدي الرياضة إلا وركبته، والعورة من الركبة إلى السرة منكشفة تقريبا. كان هناك أناس يلعبون كرة القدم أو نوع من الرياضات فيها انكشاف، بمعنى الذي يلبس جزءا صغيرا، وكان الذين يختصون بهذا الأمر أكثر هم العداؤون، يلبسون لباسا قصيرا، والذين يمارسون مثلا رياضة السباق في الدراجات تكون دائما أرجلهم وأفخاذهم عارية تقريبا. وكان هناك أناس في آسيا أو لا زالوا إلى الآن يمارسون رياضة تقريبا في شبه عري تام تقريبا، بعض الرياضات العنيفة التي يؤديها أناس غلاظ ثقال ليس لهم هذا الحس الإسلامي، تعرفونهم في بعض المشاهد، ويتصارعون بشكل همجي وهم تقريبا شبه عرات، لأن هذا الأمر لا يعود إلى ثقافتهم. وهؤلاء الذين يستوردون هذه المناظر ويفهمون ويتصورون أن هذا ضرورة من ضرورات الرياضة، أي أن الرياضة لا تصح إلا هذا، والحقيقة أن هذا الأمر يجب أن ينتبه إليه. الآن الحمد لله في كثير من الرياضات، أي خصوصا رياضة كرة القدم، غالبا أصبح كثير من اللاعبين يلبسون ألبسة طويلة، معنى لم يعودوا يحرجون، غالبا في فرق كثيرة تلبس لباسا طويلا تقريبا من الركبة إلى السرة مستور. لكن الذين يريدون دائما العبث بهذه يفهمون أن المرأة إذا لعبت مثلا رياضة هي رياضة طاولة أو التنس لابد أن تكون تقريبا عارية، بمعنى أنها تقريبا شبه عارية. وهنا هؤلاء طبعا لأنهم يريدون جميع الناس في هذه الملاعب فهم يخلطون بين ما هو رياضي وبين ما هو جنسي وما هو إثاري، وإلا فإن بعض الألعاب في بعض المرات تشكل عليك الأمور. إذا كان الناس يلعبون مثلا ألعابا مثلا دقيقة جدا كألعاب السيرك مثلا التحرك في الفضاء، غالبا ما يكون الرياضيون الذين يقومون بذلك في الفضاء وينتقلون من 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 حبل إلى حبل يكون في أي بنسة الرجال يكونون مستورين سراويل طويلة، لكن بالنسبة للنساء لابد من الانكشاف. ما الفرق بين المرأة في أي إذا كانت المرأة تمارس نفس الرياضة؟ ترون بعض المرات في ألعاب السلك أن هناك من يترنح ويتزحلق وينتقل ينتقل كالطيور من حبل إلى حبل، هؤلاء يفعلون ذلك. الرجال مستترون ويلبسون لباسا طويلا، ولكن بالنسبة للنساء الأمر شيء آخر. فإذا رفع الإنسان عينه لابد أن تقع عينه بالضرورة على العورة، فلا يدري أن يتابع الرياضة أم يتابع. هذه أشياء لابد أن يبحث الناس لها، الناس عن مش قشغي غادي الإنسان غادي يطرح هذه الأسئلة عن نفسه، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ على كل حال هذه الأسئلة تطرح، والإنسان يمشي وهو يطبق هذا في البحر في الشاطئ في كذا في كذا ويشوف، ويجي واحد يقول الحرارة في الحرارة كاينة في المدن وكذا، ولكن كاين أيضا مشاكل الحرارة، قولي الحرارة والحرمة، قل بجوج الحرارة والانكشاف وكذا، وهل يجوز هذا ام لا يجوز؟ هذا يجوز طبعا. هذا الكلام لا يقبله منا كثير من الناس، هذا تشددون وكذا 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 وكذا، هذا الإسلام ماشي لا تشدد ولا. انا نقول لك اشياء هذه ونقرر لك المصادر ديالها، اذا ما عجبتك شيء الله يسامحك
سيرة سيدي شوف شي جهة أخرى. ولكن الإسلام هو هذا، لكن لا يجوز أن نعبث نحن بهذا الإسلام، بمعنى أن كلما ذهب الناس إلى تعروا نقول له إيوا تعرضوا أحلال، فعلتوا إحلال، ديتوا الربا إحلال، المهم أنكم بغيت كنتم راضين على خاطركم، المهم أن ترضوا عنا. لا، هذا ماشي هو السياق، أن نذكر لكم هذه الأشياء وأن تعدلوا. هذه الأشياء ماشي مستحيلة، إذا أردنا أن نعدل الأشياء ماشي مستحيلة، هذه الأشياء يمكن أن نستر العورات وأن يكون لنا خصوصية في ممارستنا للرياضة. علاش إحنا ضروري أننا نجيب الرياضة وننقلها من بعض الرياضات ليس لها بنا علاقة أصلا، بعض الرياضات ما عندهاش علاقة لا بنا ولا بثقافتنا ولا رياضات العنف الآن التي يلعبها بعض الناس في السيارات مثلا كارتينج مثلا، وبعض المرات يموت الناس، الرياضات التي فيها أناس يضربون على الأرض ونحن نقول إحنا نحارب العنف، كيف تحارب العنف؟ مشاهد العنف هي هذه. نحن لنا شخصيتنا، دخل المسلمون الأندلس فوجدوا الإسبان يلعبون لعبة أثيرة لديهم، من الآن موجودة لعبة التوريرو، ها؟ لعبة التوريرو في أول الأمر لعبها بعض المسلمين، كان عندهم لاعب، ويقال إن كثير من المسلمين الذين لعبوا من الشباب في الأندلس لعبوا هذه لعبة ثيران، مصارعة الثيران، كانوا يقومون بها بشكل رشيق، وكانت لم يكن يلتدون ألبسة ضيقة كما يفعل الآن التروبادور والتينادور، الأسماء ديال كانوا يلعبونها بالقفطان. وبعض الناس يقول كيف كان الناس ينتقلون ويتحركون بالخفة مع أنهم كانوا يلبسون لباسا فضفاضا، هذا يقال الآن لكن العلماء في مبادئ قالوا إن هذه اللعبة وإن كانت رياضة ممتعة في الأصل لكنها لا تجوز، لأن فيها تعذيبا للحيوان، قبال حقوق الحيوانات، لأنها ترشق، لأن الإنسان يرشق الثورة بضربة. إحنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، هذا ليس من إحسان القتلة في شيء، أنك تدمي هذا الثور وإلى أن يخر على الأرض ثم تسحبه بعد ذلك وتنتصر على ثور لا يعرف كيف يدافع عن نفسه، أي ثور هو لا يعرف إلا بهمجته كيف يدافع كيف ينتقل إليك. إذن فهذه اللعبة أساسا منعت، لعبة التحريش بين الديكة، التحريش بين الديكة كانت معروفة أن الناس يجمعون مجموعة من الديكة ويوجهونها وربما يكون هناك جعل إذا انتشر هذا الديك، قال الفقهاء إن هذا لا يجوز. وهذا طبعا الآن سمعنا في بعض المرات، رأينا في هذه المرات في بعض المشاهد أن بعض المسلمين أصبحوا في بعض البلاد أصبحوا يتعودون توجيه الخراف أو البعض ضد البعض قبل العيد، يربي أحدهم مثلا خروفا إلى أن يصير كبشا أقرا ويربي الآخر ويأتون بذلك إلى الساحات ويتفرق، هذا لا يجوز، هذا حرام. إذا قلنا نحن هذا حرام هل يعاب علينا أن يقال هذا حرام؟ لا يمكن أن يعاب علينا، لأن هذا ثقافتنا، ثقافتنا لا تؤمن بهذا النوع من الإيذاء للحيوان، وهذا ملحظ، هذا لو استطعنا، هذا لا نخجل به، هذا لو استطعنا أن نبينه لقلنا للناس نحن الأسبقون في قضية الرفق بالحيوان، ونحن الذين نمتلك هذا التراث، هذا رصيد مهم جدا، قبل أن يقوم أناس آخرون ليعيبوا علينا أننا نذبح الشاة في يوم العيد أو يصورون على أساس أننا أناس نؤمن بالعنف وأننا نقسو على الحيوانات وما أشبه ذلك من الأشياء. إذن هذا بالنسبة للعورة. بالنسبة لعورة المرأة كما ذكرت لكم إن العورة بالنسبة إليها من حيث النظر هي كلها كل الجسد منها عورة إلا ما كان من الخلاف في الوجه والكفين، وبينت أن موقف أحمد بن حنبل كان في هذا الباب أن المرأة هي كلها عورة حتى الأظافر منها، ولذلك قالوا إن الذي طلق زوجته وبانت منه لا يجوز له أن يتم أن يأكل منها معها. ولكن بالنسبة للفقهاء وبالنسبة للإمام للمذهب المالكي خصوصا هناك أن هذا الوجه والكفين ليس من العورة، ولمالك قولان في القدمين كما قلت لكم، له قولان في القدمين هل هما من العورة أم ليس من العورة، وبعض الفقهاء يقول إن القدمين وأعلى من القدمين بالنسبة للمرأة التي تشتغل في الفلاحة أو تطأ الطين وما أشبه ذلك يتجاوز عن شيء من ذلك. المرأة إذا كانت فلاحة
في بساتين في الحقل وهي تشتغل، فهي تحتاج في بعض المرات إلى أن تكون ساقها مثلا مكشوفة، ويتطأ الطين حينما تجري المياه وتصرف المياه، وبالتالي فقدمها تصبح أشبه ما تكون بقدم الرجل، لا يبقى لها ذلك الجمال ولا ذلك تلك الجاذبية، وبالتالي فإن القدم وأعلى من القدم لا يكون نسبة إليها عورة عند بعض الفقهاء. الآن بالنسبة لعورة الرجل، لعورة الرجل بالنسبة عورة الرجل كما رأينا هي هذه عورة الرجل بالنسبة للنساء للأجنبيات، هي عورته من الركبة إلى السرة عموما، لكن عورة الرجل بالنسبة للمرأة الأجنبية إذا كان الرجل أمام امرأة أجنبية فيرى أن يجوز لها أو عورته هي هكذا، يجوز له أن يتعرى بالنسبة لجسمه لذراعيه لما أسفل من الركبتين يجوز، ولكن بالنسبة لظهره وصدره للمرأة الأجنبية يصير هو نفسه عورة عليه لا، أي الشاب الذي يكون شابا مثلا رياضيا قد يكشف صدره ويكشف ظهره ويقوم بعمليات استعراضية، هذه المرأة حينما ترى هذا الصدر من الرجل وترى منه شعره وترى منه هي أيضا يصيبها مثل ما يصيب الرجل إذا نظر إلى عورة المرأة، فلذلك بالنسبة لهذه المرأة الأجنبية يستر الإنسان جسده صدره وظهره، وإذا برزت مثلا أطرافه الرجلان واليدان فذلك جائز، ولكن هذا بالنسبة خصوصا للمرأة الأجنبية، وأنتم ترون أن هذا فيه الشيء الكثير من فيه الصواب، فيه الكثير من الصواب، لأن هذا الذي يثير المرأة هو مثل ما يثير الرجل، وبالتالي فإن المرأة يمكنها أيضا أن تحس بإحساس جذاب أو بشيء من الإثارة في هذه الحالة، خصوصا إذا كان الإنسان معتنيا بجسمه وكان شابا وكان وسيما وكان جميلا وكان مفتول العضلات. فهذا هذا هذا الآن عورة المرأة بالنسبة للمرأة، المرأة مع امرأة أخرى كيف تكون عورتها؟ المرأة مع المرأة، عورة المرأة مع المرأة هي كعورة الرجل مع الرجل، عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، فإذا المرأة مثلا دخلت أو اختلت بامرأة أخرى يجب عليها أن تستر مع المرأة من الركبة إلى السرة، من الركبة إلى السرة بالنسبة إليها هي عورة بالنسبة لامرأة أخرى، بالنسبة لامرأة أخرى كالرجل مع الرجل تماما، وهذا طبعا لا يحترم في الحمامات ولا يحترم في أماكن كثيرة، لكن هذا هو الشرع لابد أن يبين للناس. وعورة المرأة مع محارمها، أي للمرأة مثلا محارم إخوة ولها أب ولها فماذا يجوز أن يبدو منها؟ يجوز أن يبدو شعرها لأخيها ولابنها للمحارم، ويجوز أن ينكشف منها اليدان، ويجوز أن يبدو منها النحر، هذا جائز لها مع محارمها، أي الذين تعيش في بيتها مثلا، من الأبد المرأة لها ولد ولها ربما أخ ولها، هؤلاء لها معهم عورة خاصة، فتكشف رأسها وتكشف ذراعيها ونحرها إذا دعا الأمر إلى ذلك، حتى لأنها تعيش مع أولئك حتى لا تضايق. طبعا المرأة مع زوجها ليست عورة مطلقا،
في الفراش في كذا هي ليست عورة أبدا. ولذلك هي مباحة للرجل والرجل كذلك مباح للمرأة. التستر وكذا في الأشياء هذه مسائل أخرى أخلاقية. إذا تستر الإنسان في بيته وإذا تستر في الخلاء، أي إذا تعرى الإنسان في الخلاء وحده جائز لا ينظر إليه أحد، ولكن إذا تستر في الخلاء ورفض حتى لا يتعود فهو أفضل فهو أحسن. إذن هذا ما يتعلق بهذا الجانب، جانب العورة بالنسبة لي الرجل والمرأة عموما. بقي أن أتحدث عن العورة في الصلاة. العورة بالنسبة للرجل في الصلاة هي هذه العورة التي ذكرت لكم من الركبة إلى السرة، وهي حينئذ عورتان، عورة مغلظة وعورة مخففة. فأما العورة المغلظة فهي السوءتان القبل والدبر، فمن صلى صلاة وقبله منكشف أو دبره منكشف أعاد الصلاة، بطلت الصلاة في كل الأحوال إلا حالا واحدة، بطلت الصلاة سواء صلى عامدا أو ناسيا أو جاهلا، صلى وهو لا يعلم يعيد، صلى وهو ناس يعيد، صلى وهو متعمد يعيد، إنما يعفى عنه في حالة واحدة، إذا صلى عاجزا، صلى عاجزا عن الستر كأن يكون مسجونا مثلا ومربوطا ولم يتح له أن يستر جسمه، فصلى تلا تفوته الصلاة وهو مثلا مربوط إلى أسطوانة مثلا أو مصفد كما يقع الآن، تعرفون كما يقع الآن بالنسبة لبعض السجون ديال شتوف في المغرب وفي هؤلاء، كان الناس رأيتهم كانوا عراة تقريبا، هل يصلون؟ كانوا عراة وكانوا مربوطين ومصفدين ومشدودين في بعض المرات إلى أسرة أو كذا، ألا يصلون؟ ولكن هؤلاء لا يعيدون لأنهم كانوا عاجزين، هذا سببه العجز. أما إذا انكشفت العورة الثانية وهي العورة المخففة، هي ما سوى ذلك أي الفخذ إلى الركبة، هي عورة ولكنها مخففة بالنسبة لفعله في الصلاة، فإذا صلى في هذه في هذا الحال الفقهاء يقول يجب الوجوب، أي يجب ستر هذه العورة، يجب ستر العورة ولو مخففة، ولكن إذا صلى بعورة وعورته المخففة بادية فإنه يعيد في الوقت استحبابا مع الحرمة، مع الحرمة. قد يقول إنسان أصلي أنا هذه الصلاة مثلا وأنا في بيت وحدي والبيت مثلا ليس فيه نور، يطفئ الأنوار ويصلي بلباس مثلا قصير، ما حكم صلاتك؟ نقول له أيضا صلاتك لها هذا الحكم، صلاتك فيها مخالفة لأن عورتك المخففة بادية طاهرة. وإذا لو فرضنا أن الإنسان اختار أن يصلي في غرفة مظلمة عاريا ولا أحد يراه، نقول إن صلاتك باطلة، لأن التستر من أفعال الصلاة التي يجب أن تراعى بصرف النظر أن يكون هناك ناظر أو لا يكون، هذه مثل الطهارة واستقبال القبلة، لا تتعلق بالآخر أن يكون أو لا يكون، بل هو فرض في ذات الصلاة. وبالنسبة للمرأة هي بالنسبة للصلاة كل طبعا جسدها كما بينت لكم عورة، لكن أعلى الصدر منها والظهر والأسفل الساقين هو عورة مخففة، ولكن ما سوى ذلك هو عورة مغلظة. فإذا صلت المرأة وعورتها المغلظة مكشوفة وبادية فإنها تعيد في كل الأحوال كما ذكرت لكم بالنسبة للرجال، عامدا أو ناسيا أو جاهلا، سواء كانت عامدة أو ناسية أو جاهلة فإنها تعيد وصلاتها باطلة. وإذا كانت صلت
ومثلا نحرها باد أو عنقها باد أو شعرها فيه بعض شعرات منها بادية، فإنها قد صلت وعورتها المخففة منكشفة فتعيد في الوقت استحبابا. هذا هو الأمر الذي يتعلق على الإجمال بقضية العورة. هناك هذا الذي يغطي العورة أو ما نسميه ساتر العورة لابد أن يكون شيئا لا يشف، لا يشف. أي بعض مرات يتصور الإنسان أنه غطى ستر العورة ولم يسترها. يأتي أناس مثلا بلباس شفاف خصوصا في الصيف، يدخل كثير من الرجال بأقمصة شفافة غير سميكة ولا يلبسون سراويل ساترة، فيأتي أحدهم بلباس تقريبا هو لباس اللباس العادي أو تبان وما أشبه ذلك، فتكون معظم عورته منكشفة على الأقل عورته مخففة. فهذا يجب أن تنبه إلى أن العورة لابد أن تستر بشيء سميك، بشيء كثيف. ها؟ هذه واحدة. هناك أيضا مسألة أخرى لابد أن تعرض لها، وهي قضية اللبس ما هو ارتداء ما هو محدد للعورة، ما هو ليس كاشف ولكنه محدد. فبعض الشباب خصوصا الآن يأخذون الناس كثير من اللبسة من بلا مقاييس شرعية، يلبسون ألبسة ضيقة جدا بحيث أنهم إذا صلوا انكشفوا أو تحددت عورتهم وتميزت عورتهم. هؤلاء عليهم أن يعلموا أن الصلاة بما هو محدد هي صلاة مكروهة، وهي أقرب ما تكون إلى الحرمة إذا كانت العورة تقريبا متميزة. ما هو محدد ليس بمعنى المميز، بمعنى المرات تكون العورة كأنها مكشوفة تماما. فهؤلاء عليهم أن يتنبهوا إلى هذا، وليعلموا أن من الألبسة أن هنالك ألبسة ليست ألبسة لا للصلاة ولا للخروج إلى الشوارع ولا للطواف، هي ألبسة اتخذت لأماكن السترة، أي ألبسة بعض الألبسة صنعت لتلبس في الفراش مثلا، لباس بحال لباس الرياضي أو لباس نسميه احنا الآن نسميه لباس رياضي الكتمو مثلا. ويكون بعض الناس يشتري ألبسة لا يحسن شراءها، ربما يشتريها ضيقة ويكون جسده طاغيا على اللباس، فهذا لا يجوز له لا في الصلاة ولا في بيته، لأنه حينما يراه أبناؤه أو يراه كذا وقد انكشفت وتميزت عورته فهذا نوع من السقوط في التعري. إذن نحن أمة فيها حياء وفيها حشمة ويجب أن نراعي هذا. فالذين يتحدثون الآن عن الحجاب أو غير الحجاب هؤلاء لا صلة لهم بالموضوع مطلقا، ما عرفوا لا غورة مخففة ولا مغلظة ولا عرفوا نصا شرعيا، هؤلاء ينصبون اتجاها في مقابل دين، أي رأي في مقابل دين، ونحن لسنا عندنا قوة، أي الرأي ليس له قوة الدين. حتى ما يجي واحد إنسان يسولك يقول لك ما هو رأي الشرع في كذا وكذا، ما هو رأي الشرع في كذا، قل وقف، احنا ما نتكلم عن رأي الشرع، نتكلم على حكم الشرع. الرأي عندك، الرأي ديالك، الرأي شوفوا صلح ولا ما صلح شو شغلك. أما أحكامنا الشرعية هي أحكام تستند إلى الكتاب وإلى السنة وإلى الاجتهادات التي تتصل بالكتاب والسنة وفق الضوابط التي يتم بها الاجتهاد. لذلك ما احناش عندنا رأي، وإذا كان ماشي قل قال الله تعالى، تقول أنا في رأيي، احنا من الآن مقلوبين القضية، قال الله تعالى ماشي رأي، قال الله موقف حكم يلتزم به المسلمون. قال الله تعالى إنما الخمر، أنا في رأيي أن الخمر تصلح كذا وكذا، من تصلح؟ أنا أقول قال الله تدخل الرأي، فهنا كاين خطأ كبير. نحن إذا نزلنا إلى عالم الآراء فأعطونا آراءكم، نحن محتاجون لآرائكم في عالم الآراء. إذا احتجنا إلى آراء في قضايا معيشية، في قضايا تدبير الشأن اليومي، في قضايا تدبير هذه البطالة، كيف نواجه، كيف ننتقل من من من, من هذه الحالة من الركود والضعف، أعطينا آراء ديالكم من عندكم. ولكن لا يمكنك أن يكون لك رأي في الصلاة ورأيكم في الصوم ورأي في الزكاة ورأي في الحج، فما تحدث فيه الشرع وسبقك إليه الشرع لا تحتاج إلى رأي. والخاسر هو من يضع رأي إنسان في مقابل موقف شرعي، خاسر. هذا خاسر، لماذا؟ لاحظوا الآن
أنا حينما أتابع ببصري أقرأ أشاهد ماذا يقع في العالم، أرى أن هناك شيء مضحك الحقيقة، مضحك. أوروبا الآن تجتهد اجتهادا كبيرا في منع التدخين في الأماكن العمومية، ها؟ أماكن العمومية والمقاهي ونط مشكلة ثم كذا وكذا وكذا. مزيان هذا، كأن أوروبا ليس فيها مخدرات وليس فيها خمر، من دخل المكان العمومي وسكر يجوز له، واللي دخن يقول له خرج على النبرة أنت راك أنت دخن. أيهما أفظع وأكثر ضررا بالإنسان، خمر تذهب العقل أم؟ أنا لا أقول بأن التدخين جائز ولكنه ليس في ضرره خمر. شنو هذا؟ فلا تعرف كيف يتصرف هؤلاء الناس. هؤلاء كأنهم مجتمع نظيف نظيف جدا إلى درجة أنه يتخوف على الإنسان. إذا تخوفت على المواطن من التبغي والتبغ في العنضارة فلتتخوف عليه من الخمر، والخمر أشد ضررا. إن التبغ وإن كان يضر بالإنسان صحيا لكن الخمر هادم للمجتمع كله. الخمر بسببها يأتي القتل والاعتداء وتأتي كل المشاكل وراء الخمر، فهي واسعة. لذلك نحن نسميها أم الخبائث والآخر خبيثة. كيف تترك الخبيثة تحارب الخبائث الصغيرة أو بنات الخبائث وتترك الأم الكبيرة مثلا؟ حينما أسمع مثلا أن مثلا لاعبا أو لاعبة تعاطت منشطا رياضيا منشطا وتمر المحكمة وكذا وكذا ويقال لها بأن المحكمة حكمت عليه بـ3 سنوات كذا موقف التنفيذ أو سنة نافذة، معناها شي حاجة كبيرة. شنية كانت تلعب ودارت منشطات، ولكن حينما يقال إن فلانا يؤتى بالجندي الفلاني الذي قتل عائلة أسرة كبيرة في العراق ويفوتوا في المحكمة يقول له وعدتك انت عندك واحد 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 العقوبه كبيره 7 شهور لا درنا لك داش. شنو راكم تقولوا 3 شهور اللي كلا المنشط يقولوا لي قتل عائله 7 شهور، ها؟ وحينما يقوم البشر الذين وقعت فيهم اخطاء مثلا في بعض المرات، بعض المرات يقوم بعضهم بـ10 دولارات، ها؟ وبعض الاشخاص الذين أصيبوا في مثلا في بعض الأحداث التي نسبت إلى المسلمين في بالنسبة للطيران وكذا يقوم الواحد بـ3 ملايير. هذا حكم البشر، هكذا البشر، البشر هو هكذا، هكذا يرى البشر الأشياء. لذلك البشر له رأي ومتأثر بالضعف ومتأثر بالتعصب ومتأثر، ولذلك نحن الآن ما قناش قاعد نتكلموا على رأي البشر. هل أصبحنا الآن نثق بقول البشر؟ أبدا. أين سكت الذين دافعوا عن حقوق الإنسان منذ مدة وهم يرون شعبا كاملا يدمر في غزة؟ شتو ديك الخفافيش في سكتوا ضربوها بسكتة. جمعيات حقوق الإنسان قد يجي يبقوا يدخلوا على الديار ديال الناس، آه ضرب هذا ضرب زوجته هذا كذا إهانة المرأة كذا، ويطلعونا يردونا كأننا نعيش في واحد. إيوا أنتم هذه ماشي إهانة، هذو أغرقوا الناس. هل هناك شعب أغرق بالواد الحار إلا هذا الشعب الفلسطيني؟ هل هناك شعب يقضي في ليله بلا كهرباء وتقضي المستشفيات الليل بلا كهرباء إلا هذا الشعب الفلسطيني؟ هل هناك تم في التاريخ أن يقتل أكثر أو يحاصر أكثر من 1.5 مليون؟ لو فعلت النازية هذا لقلنا إن هذا شنيع. النازية لم تفعل مثل كل هذا الفعل. ضربة واحدة يحاصر لأن شخص فلان قال لهم ديروا هذا الشيء والأخر مش قال كذا وقالوا نحن صافي نحن نحارب الإرهاب. تحاربون الإرهابات وتبيت، هل هناك إرهاب أكثر من هذا؟ إذا كنتم فرحين بالإرهاب لما تحاربونه؟ إن الذي يحارب الإرهاب لا يحارب الإرهاب بالإرهاب، هذا أكثر من إرهاب. أنتم تقتلون الكبير والصغير، أما من عرفتموه واستطعتم أن تصلوا إليه فأنتم تقتلونه بلا محاكمة في الشارع. القتل يومي في الشوارع في غزة، في يومي في الشوارع ولا محاكمة ولا كذا ولا كذا. ولكن أن تقتلون طفلا صغيرا، تقتلون امرأة عجوزا تمنعون عنها الهواء. هؤلاء الذين يمنعون الهواء عن الناس، ها؟ هؤلاء يصدرون لنا القيم والمعايير ويعلموننا كيف يجب أن نفكر وكيف يجب أن نحيا وكيف أن يجب أن نكون. هم الحدثيون، هم هذا هم الحدثيون. ما غاش يكونوا حدثيين أكثر منهم. نقول الحدثيين أنتم ما غاش يكونوا أكثر من هذا. انظروا ماذا يفعلون، إنه نوع من التدمير لكل شيء له علاقة بالإسلام فقط. لماذا؟ لأن هذا الإسلام يعطي فيه الممانعة وفيه البقاء. الآن فات العشاء، ها؟
الآن يقوم هذا الهولندي، لا أحب أن أعرج على هذا الموضوع، يضع فيلما في 12 دقيقة 10-12 دقيقة من أجل أن يقول الناس أن الإسلام هو العنف وإنه زين. هو رجل راغب في السلطة على طريقتهم، لكن يتوسل بالسلطة بهذه الطريقة الخبيثة الساقطة. هؤلاء المسلمون هم جزء من، ليسوا أناسا في السعودية أو في العراق، هم جزء من مواطنون. كيف يجوز لمواطن أن يحرض على مواطنين مثله؟ ما معنى المواطنة عند مدى تساوي؟ إذا كان الإنسان هولنديا ولد في هولندا مثلك وله الجنسية مثلك، ومع ذلك أنت تنظر إليه أنه أجنبي ولذلك تحرض عليه. أنت لو قيل لك إنك مثلا يمكن أنك تتساهل مع الشذوذ لحارب لحاكمت الناس ووقفت ضدهم، لكن أنت الآن تعبث بمصير أمة، لماذا في أي شيء ينفع هذا الفيلم؟ ماذا تريد أن تقول للناس؟ إنهم فيه إن الإسلام فيه عنف، ها؟ فيه دماء. أرونا منذ مدة، ماشي الآن، منذ أكثر من قرن ونصف، أرونا مرة واحدة كان المسلمون هم الذين يبدأون. أعطينا غير مرة واحدة. المسلمون استعمروا، المسلمون دمروا، المسلمون أخذت ثقافتهم، أخذت لغتهم، كسروا كل ما وقع في ديار المسلمين. هل ترى أن المسلمين الآن يغزون بلاد أخرى ويجهزون لها الجيوش؟ وليسوا قادرين على ذلك، لكن بقرار عادي يأتيك الجحافل من الجنود ليدمروا. من فعل هذا في الصومال؟ هل طار الصوماليون إلى الدول الغرب؟ جاءوا باستعمار جديد وقالوا له الآن نعطي هذه الدولة المسيحية الحق في أن تستعمر الصومال، وبدأت المشكلة. ومن قد من هل العراقيون ذهبوا إلى أمريكا من الأمريكيون والأوروبيون؟ هم الذين جاءوا. فمهما يقال عن العراقيين، على كل حال هم في أرضهم، انسحبوا عنهم لتروا إن كانوا هم ظلمة وإن كانوا معتدين أم لا. وهكذا يقال عن كل الأشياء. هل هذه المذابح في سربريتشا فعلها المسلمون؟ ألم يفعلها المسيحيون؟ هل هؤلاء الذين يتحدثون عن ثقافة، ذكرت لكم الماضي القديم القريب للأوروبيين والأمريكيين هو ماضي البيع العبيد والرقيق واختطافهم من إفريقيا. إفريقيا الآن أعطت الكثير من أكبادها إلى أمريكا. أمريكا الآن كل السود من أين جاءوا؟ لا يوجد أسود هو من أصل أمريكي، كلهم هم أمريكيون لكنهم مسروقون، أمريكيون لكن سرقوا من إفريقيا. من اشتراهم؟ من أعطى ثمنهم؟ ها؟ هولندا ماذا فعلت التي نتحدث عنها؟ أين كانت هولندا دائما هناك؟ إن هولندا أيضا ذهبت إلى آسيا وفعلت واستعمرت. نحن نعرف ماذا فعلت في سورينام، في أشياء معروفة الناس يعرفون هذا الماضي القريب، لا زالت آثار الأغلال عندنا الآن. ومع ذلك لا تكفون عن أن تقول لنا إن الإسلام عنيف. أتريدون أن نعطيكم ظهورنا لتفعلوا فينا ما تشاءون؟ أي عنف ترونه في هذا الإسلام؟ الإسلام بريء من العنف، ولا يقبل العنف، ولا يؤمن بالعنف. الإسلام ريح مرسلة، هي هواء منعشة ستعم كل الدنيا. الإسلام الآن يتسرب إلى الناس من خلال هذه الحماقات التي يرتكبها الناس. هؤلاء الذين يزلزلون الأسرة، هؤلاء الرؤساء الذين يزلزلون الأسرة ويجوبون العالم بهذا الشكل، يفتحون مجالا كبيرا للأسرة الإسلامية لتظهر، ليعرف الناس كيف تكون الأسرة الإسلامية متماسكة. هؤلاء الذين يتورطون في المخدرات يعطوننا فرصة كبيرة لهذا الإسلام أن يقول للناس كيف يربي الشباب. إذا كنتم عجزتم عن تربية الشباب فالإسلام يستطيع أن يربي. إذن أقول كل الأخطاء، كل التجاوزات، كل الحماقات التي يرتكب هنا وهناك هي فجوات تفتح للإسلام. والإسلام لن يفتح أي أرض بسيف ولا بمدفع، سيفتحها بالكلمة. ولأن الناس يؤمنون بقوة الكلمة هم الآن يحدثون هذا الصخب والضجيج. ماذا يقول هذا فندرس للهولنديين؟ يقول فندرس للهولنديين، يقول لهم إن الإسلام إذا استمر هنا سيكتسحكم وسيصير، وليكن. إذا كنتم عاجزين عن أن
إذا كانت حضارتكم تتهاوى ولا تستطيعون أن تحموا أنفسكم ثقافيا، فلا يمكنكم أن تحموا أنفسكم بالعدوان على الآخرين. قوموا دافعوا عن أنفسكم، دافعوا عن ثقافتكم، كونوا أنفسكم، احموا دينكم إذا استطعتم، هذا حقكم. ولكن ليس من حقكم أن تعتدوا على الآخرين لأنكم تخافون من الآخرين. أنا لا يجوز لي الآن أن أعتدي على دولة أخرى أو بلد آخر لأنني أخاف منه، فإذا خفت من البلد الآخر فالواجب هو أن أتحصن ذاتيا، أتحصن. هم الآن في حالة ضياء وتشتت وتشرذم ليس عليها مزيد، لا الأسرة حافظوا عليها ولا المجتمع حافظوا عليه، وبالتالي أصبحوا عرضة لأن يدخلهم كي البوذية. هذه البوذية لما لا تدخل أوروبا الآن ولماذا لا تنتشر فيه؟ على الأقل هي عندها توجه ديني، وإن كانت خاطئة ولكنها يمكن أن تغزوها. هؤلاء عرضة لكل تيار، كل شيء، ما لم يعودوا إلى دينهم وإلى قيامهم القديمة يمكنهم حينئذ أن يواجهوا. قديما كانوا يواجهوننا بالسيف وبالدين، كان لهم دين وكان لهم سيف في الحروب الصليبية. الآن بقي السيف ولم يعد لهم الدين، ولذلك أصبح أبناؤهم الآن يأتون في كل اللحظات، يأتي أناس ليكتشفوا الحقيقة ليقول نحن صرنا مسلمين ونحن لا يعنينا من أمر الصدام أي شيء، لا يعنينا أمر الصدام. إذن فلذلك قلت هذا أيضا يضاف إلى الحديث الآخر حول المفاهيم التي يرسخها الإسلام في مسألة العورة، وقلت إن الذين لا يقبلون بها قد يكونون من هذا القبيل، وقلت بأن الإسلام طبيعته ونوع تصوراته ونوع البناء الذي يبنيه هو يبني هذه الشخصيات الذي تغلبه عورته لا يستطيع أن يستر عورته في منطق الإسلام لا يصلح لي مكشوف العورة كي تقول له لما انقج أنت لن تصلح للإسلام أبدا، ما غيش تصلح. فالإسلام يرفعك إلى درجة أن تتغلب على الشهوة وعلى العورة وعلى الجنس بهذا الشكل، وبالتالي تصلح لكل الوظائف الأخرى، للحضارة، للعبادة، للعلم، للقرب من الله. أنت الإنسان النظيف الذي يمكنك أن تكون أسرة نظيفة ومجتمع نظيف. طبعا أنتم ترون الاختلالات الآن في بلاد المسلمين، ولكن كونوا على يقين أن كل ما يقع الآن إنما هو تمهيد لانتصار الإسلام. ما يقع الآن لا تتصور أبدا أننا قد نضرب من هنا ومن هناك ويعتدى علينا من هنا، أنا لا أرى في هذا إلا أنه نصر من الله عز وجل يهيئه الله تعالى لهذا الدين. ليس لهذا الدين جهات قوية تدافع عنه، ليس له عقول كبيرة تقدمه، ومع ذلك ها هو هذا الإسلام يستفيد كل يوم من هذه الفجوات التي تفتح على أصعدة كثيرة.